طيب الفاتورة اللي هتدفعها مصر في حالة استمرار النزاع السوداني السوداني اللي حاصل؟ وهسألك سؤال تاني عشان نختم بيه واسيب لحضرتك تقولي اللي انت عايزة تقوليه، لأن أنا سعيدة باستضافتك حقيقي. يعني الله يعين حضرتك كمان، ميرسي. فكرة الانتهاء الصراع ده يا دكتورة، هل هيكون سوداني سوداني ولا هيبقى فقط بتدخل دولي ولا لسه شوية؟ أنا أخد على حسب اللي هيحصل لمصر اللي مؤجل الصراع وبيصرف عليه، عايز الصراع ده يطول قد إيه ويوصل لنتيجة إيه؟ وعلى حسب الأطراف المتداخلة في الصراع أو المتحكمة في الصراع هتنتهي إمتى؟ أو دولية كمان صوتها هيبقى مسموع قد إيه، وإيه قد إيه هينفذ على الأرض. عشان كده أنا جبت لحضرتك من الآخر خالص يا وجب القضاء على قوات الدعم السريع دي خالص، ولكن نتمنى ماشي، ولكن اللي يخصنا إحنا إن إحنا ندفعش فاتورة، إحنا أقل فاتورة ممكن ندفعها هي استقبال اللاجئين، ونتمنى إن لا إحنا ولا السودان الشقيق ندفع أي فواتير. كفاية المثال اللي بنسمعها في رمضان وفي موسم أعياد كل سنة وإحنا كلنا بخير، إن حضرتك بتقولي السودان الشقيق اللي هي آخر الشارع عندنا هنا الجثث مرمية فيها في الشوارع، فنتمنى إن ما يكونش فيه فاتورة ندفعها، ده أقل حاجة هتبقى استقبال اللاجئين، أقل حاجة. ونتمنى إن مصر تكون طرف فاعل شديد في هذا الصراع وتحكمه للصالح العام للمنطقة كلها، ومصر قادرة على هذا الدور، بدليل إن أول من التفت للسؤال على الداخل السوداني مصر، وإن شاء الله مصر يكون لها اليد العليا قبل تنفيذ أي مخططات بتقسيم أو بتأجيج صراع وتطويله، لأن إحنا مش عارفين بعد ده ممكن يبقى إيه؟ ممكن هل ممكن تبقى ليبيا تانية يا دكتورة؟ بعد الشر، بس ممكن تبقى أبشع من ليبيا، لأن الوضع أقصى، لأن النزعة كل ما اتجهنا جنوباً كل ما كانت النزعة القتالية أشد، وإحنا عارفين أفريقيا صراعاتها تتسم بالنزعات الشديدة، يعني ليبيا كانت جماعات إرهابية و و و و السودان. إيه أكتر شيء لفت نظر حضرتك من أول الصراع ده أنه مختلف، أنه سيجعل هذه الفترة مختلفة أو الوضع في السودان مختلف؟ لا، أني أول حاجة لفتت نظري أني في دول عظمى اتكلمت مع ميليشيات. لا ده كان في تزاور واستضافات الفتره اللي فاتت، ده حقيقي. وان ثبت يثبت ان هناك مصالح كبرى. انا كنت بتكلم في اول حلقه قبل ما حضرتك شرفيني عن بيان لاحدى الدول الشقيقه، وهي بتطالب الجيش بالرجوع لسكناته ويطلقوا الامر لقوات الدعم السريع لاداره البلاد، وده طبعا هي مصالح ايضا يا دكتور. انا كنت منتظره ترد عليا بانها مصالح. بالظبط، يورينا قد ايه التخبط في المشهد. بالظبط، وقد ايه التخبط في المصالح، وقد ايه ان الصراعات الاقليميه والعالميه والداخليه في الدول الركيكه والضعيفه اللي بتصنف دول ضعيفه في القانون الدولي، يعني الدوله اللي مش باسطه جيوشها على حدودها ومش عارفة تلم الدنيا عندها، دي دولة ضعيفة. فالنهاردة احنا الصراعات الخارجية بتصدر للدول الركيكة والضعيفة، وبينتج عنها ان بيبقى في حروب متمركزة جغرافيا في دول ضعيفة كحال اوكرانيا. نتمنى ان السيناريو ده ما يتحولش لصراع عالمي على حدودنا احنا في السودان. لا احنا مش ناقصين خالص.